رعب يصيب المهاجرين في أوروبا قانونا بالنسبة لهم يعني بمثابة مدمر للأسرة وخاطفة للأطفال. آلاف العراقيين هناك مسحوب أطفالهم، والكثير من العوائل تريد ترجع، بس هناك السويد وألمانيا ماخذين أطفالهم، يعني هم جبروهم على سحب أطفالهم. مؤسسات ومنظمات ومراكز تعنى بالخدمة الاجتماعية، واللي يصفها المهاجرين أنها تتدخل في كل تفاصيل الأسرة بما فيها تربية الأبناء. بمجرد قيام أحد الوالدين بالضغط على أبنائهم بهدف التربية، طبعا في دول أوروبا حتى يحافظون على قيمهم، بس يصير ضغط على الطفل، تقوم هذه المؤسسات بانتزاع الأطفال أو الأبناء وإيداعهم لدى مراكز ومن ثم إلى عوائل حاضنة أخرى حسب القوانين السارية في تلك الدول، دول أوروبا تقريبا بصورة عامة، واللي مفادها بأن الأسرة الغير مؤهلة لتربية الأطفال واللي يتعرض فيها الأطفال للتعنيف الجسدي أو اللفظي يكون الطفل فيها تحت تصرف الدولة دون النظر ربما لقيم المجتمع الشرقي وخلفيات هذه العوائل وأطفالهم. أهم هذه القيم اللي يرفض مثلا رب الأسرة أو العائلة ترفض أن تتربى بنتها في بيت آخر. لذلك تشاهدون في هذه الحلقة من بغداد انتزعوا أطفاله في ألمانيا وعادوه إلى العراق بمفردة. والله أخي مبدئيا اللي ظلمني مو الحكومة الألمانية، اللي ظلمني الحكومة العراقية، هم يدرون كل الزين. أنا بالنسبة لي هناك، احنا بألمانيا يعني تعرف يعني كثير هسه الظاهرة اللي آخر شيء بدأت كثير عالم الطالب بأطفال، خاصة العراقيين، هسه احنا نقول مع احترام للعرب، آلاف العراقيين هناك مسحوب أطفالهم، والكثير من العوائل تريد ترجع، بس هناك السويد وألمانيا ماخذين أطفالهم، يعني هم جبروهم على سحب أطفالهم. ورا ما سحبوا الأطفال شنو اللي صار وياك بعد؟ والله أخي أنا ورا ما سحبوا الأطفال قالوا له حط محامي، ما حجيت وما تحط محامي ومحاكم، هاي المحامي تظل سنين. هسه أنا من 2015 لحد 2000 لحد ما أجيب 15 أنا حاط محامي، ما تستوفى شيء. شوفوني إياهم مرة واحدة من 2020 جابوا لي إياهم الشرطة الألمانية واللي إياهم هاي المنظمة اللي يسموها اليوغن آمت يعني رعاية الأطفال، يعني ساعة واحدة ساعة لو ساعة ونص يعني قعدوهم يمي وبعدين أخذوهم، ما أعرف عنهم شيء، بس مرات أنا أقول لك بالتليفون من يبتون الأطفال يخلوهم يخابروني 5 دقائق، قلت لهم أعطوني أطفالي خلوني أرجع، أعطوني أطفالي أريد أرجع لبلدي، أنتم أنا أطفالي ذولا أما تعطوني يامي ما أقعد يمهم. ما قبلوا بهذا الشيء، جينا نطلع مظاهرة سلمية اللي هسه بدت تطلع مظاهرات عليهم بالسويد وبألمانيا، دولة ما يقدرون يسافرون كدولة ألمانية، ما يقدرون يسافرون يعني لأن دولة ما اللي جوا يريدون يسافروني، لازم يعطوني أطفالي اللي أنا جايبهم اللي ولادتهم عراقية. فسووا ذولا كلفوني مسؤول عراقي ودي، هذا المسؤول العراقي سوى عود على أساس أنا مطلوب بالعراق بالإنتربول، جوني 6 هناك مدنيين مطار بألمانيا اللي يسمونه مطار ديسلدورف، قالوا أنت إرهابي وجينا نعتقلك، هذا الحكي بالمطار بألمانيا 6 هم قالوا إحنا من الضباط العراقيين وجينا نعتقلك، صعدوني مكتف رجلي يدي وصعدوني جباري بالطيارة، والطيارة كانت عراقية كادر عراقي، وصلنا مطار بغداد فكوا القيود مني، طبعا أنا بالبطلون والتيشيرت مالتي بس فقط لا جواز ولا كل شيء عندي، وصلنا مطار بغداد فكوا القيود وقالوا له روح. وعد المراجعات ثاني يوم ثالث يوم يعني يروح هي ما عندك شيء يروح الله وياك، قالوا لي روح الله وياك بعد انت بعد روح. ورا المراجعات الوزارة الخارجية الوزارة الداخلية المراجعات قالوا انه ألمانيا ما تقدر تسافر، كلفوا المسؤول العراقي هيك ودي ودزك ذولا جابوك ودي وجابوك وعافوك هنا بالمطار. شايف جهالك ابد ولا تعرف عنهم وين؟ ولا كل شيء اعرف عنهم، بس عن طريق المحامي اللي بألمانيا ذاك اليوم يقول انه متعرفين من خلال برنامج هذا التواصل الاجتماعي، قالوا انه اكو واحد من اطفالك اللي هي بنتي الكبيره اللي عمرها 11 سنه 12 سنه قالوا تمشي بالمدرسه، يقولوا له قالوا له انه ابوك ارهابي ومجرم بالعراق وجو الشرطه مالتكم اخذوهم للبلد، فيقول صايره بيها صدمه عصبيه وهي ومع حاليا انا حسب ما سمعت المحامي كل واحد يم عائله المانيه وقالوا لهم ابوكم ارهابي وابوكم مجرم وهذا يعني هناك شتتوهم؟
شتته وكل واحد بعائله. والمحامي مالتي المحامي مالتي دز الكتاب انه اشتكى للمحامي اللي بالمانيا، اشتكى على الحكومه الالمانيه لان ما يصير الصفر بهيك طريقه وما لهم حق، وعندي اطفال لازم يعطونا اطفال اللي يريدون نطلع من البلد. راسا دزوا للمحكمه بالمانيا للمحامي مالتي انه دزوا له كتاب انه احنا ما لنا علاقه، الدوله مالته العراقيه طلبتها بالانتربول لانه ارهابي واحنا عندنا اتفاقيه ويا الدوله مالته، يعني ما له ما يدخل، الدخل كله يم الحكومه العراقيه. شنو مناشدتك؟ والله صراحة يعني قصة غريبة. والله يا أخي أنا مو بس لي، مو بس أنا، يا آلاف هناك. إحنا يعني خلينا نكون واقعيين، يعني آلاف. والسفارة العراقية تدري طبعًا اسم سفارة هناك، اسم سفارة، ماكو سفارة. تحاكيهم وتروح الموظفين تحاكيهم، ما يقول لك أنا ما أتدخل. هاي النوبة تروح تنسحب جنسيتك، يحشي لك إياها بكل طلاقة. يا بتتمثل سفارة عراقية ولا تمثل جنسية ألمانية، غير احنا جاليات وهم يطالبون بينا. زين آلاف العالم اخويا، والله العظيم آلاف العالم هناك مسحوب اطفاله وتتمنى ترجع للعراق بس ما يعطونهم اطفاله وما حد يطالب لهم. وهكذا شوفاني خمس اشهر هنا انا بساحة التحرير، وهاي العالم كله تعرف بامري، وهكذا شوف انام هنا واقعد هنا واطالب باطفالي. والله الله يعلم الساعة الوحدة قاعدة تمر علي ايش يحس بي باطفالي. أنا كل ما أطلب من مصطفى الكاظمي من الحكومة العراقية أنه إذا ما يقدرون يجيبون أطفالي خلي رجعوني أم أطفالي، على الأقل بس مثل ما جبتوني رجعوني، يعني رجعوني أم أطفالي، يعني تريدون أعوف أطفالي. ويانا على الهاتف جعفر العراقي اللي كان يتحدث قبل قليل بالتقرير اللي أجراه الزميل عمر كريم، حتى نستفسر من اللي حصل وياه بصورة دقيقة. السلام عليكم استاذ جعفر. السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ جعفر، اليوم احنا شفنا الحاله وحضرتك كنت واضح وسردت لنا اللي صار، لكن انا عندي كم سؤال. انه بالنسبه لك كنت في المانيا وسحبوا اطفالك، طيب هذول الاطفال تعرضوا الى عنف جسدي لفظي نفسي من قبلكم كعائله فسحبوهم، لو شنو اللي صار بالتحديد؟ يعني نتمنى انه تعطينا هاي النقطه باختصار. أنا بس حبيت أوضح لكم الصورة مع الغاية من سحب الأطفال. إحنا اللي انفتحت الحدود هي ب 2014-2015 كانت يعني كثرة العالم هناك، فمن وصلنا هناك فكانوا يجمعون الناس يسمونه الهاين، يعني المكان المؤقت. نعم. فتفاجئنا بشنو؟ بأن المترجمين مالتهم الموظفين العرب يجزوهم على النساء، يعني يقولوا لهم اذا يعرضون عليهم، يعني علني يعرضون عليهم، يقولوا لهم اللي تريد تنفصل عن زوجها نعطيها سكن، نعطيها جنسيه، نعطيها قامه. يعني تقصد يشجعون النساء على الانفصال؟ يشجعون اللي تريد تنفصل والدوله تحميها، واللي تقول اريد انفصل راسا. وشنو الهدف يعني؟ شنو الهدف من هذا الاجراء يعني؟ اي ليش؟ بالعكس هو مع الشرطه وتجي المنظمه اللي يسموها اليوغن عام ياخذوهم راسا، يعني ياخذوهم ويجوا الاطفال يروحون. الغايه من هذا الشيء اللي عالم استشفيته في 2014-2016 ورا سنه ونص هم يسحبون الاطفال من الام، يدرون الاب يتمسك بالاطفال اكثر من الام. بعدين هم بطرخهم فتكاثرت هاي الشغله، يعني من 2014 بدت العالم ما تنفصل، يعني عرفت خططهم شنو هو. زين. قاموا شو يسوون؟ بحجه وهميه من المدرسه انه الابن شكى، الشكى من امهم او هات، قاموا ياخذونه من الاب. طيب استاذ جعفر. استاذ جعفر بس انا سالتك انه سبب اللي سحبوا الاطفال من عندكم، يعني اكيد اكو سبب بلغوك به. السبب اللي انا يعني به؟ نعم. السبب انه جيت في 2015 جيت في البيت ما لقيت الزوجه والاطفال، رحت على المنظمه يسموها السوسياليه الدائره مالتهم. نعم. قالوا ان الزوجه كانت طالبه انفصال قبل اسبوع واليوم جو اخذوها يعني بغير مكان. اذا هم يعني هم بعدوا عنك الزوجه، زوجتك واطفالك، مو فقط الاطفال. الزوجه والاطفال، فصار اتصال يعني رحت يعني فخته يعني رحت عليهم قلت لهم يابا اطفالي، وتدري انا ورا ثلاث اشهر يعني جيت ما لقيتهم بالبيت، هاي والاطفال كانوا عمرهم اكبر واحد 4 سنوات. نعم. فجيت يعني ورا فتره صار يعني اتصال بينهم وبين الزوجه، يعني هي طلعت انه قالت انا اي قلت له اوكي الاطفال بيناتنا. فانا حتى يعني بوقتها يعني بال 2015 ثلاث اشهر انا ما اعرف عنها وين. ما اعرف عنها يعني خاف من التليفون، حتى رجعت للعراق ادور عليها وسببت بشغله عشائريه لان ما نعرف عنها شيء، ورجعت مره اخرى ورا شهرين لالمانيا، يعني هذا الحكي بال 2016، ورجعت خليت محامي اخر شيء يعني صار اتصال بيني وبينها.
قالت الاطفال بيناتنا هم بعد هم يعني. طيب حاليا انت تقدر ترجع الى المانيا وتبحث عن اطفالك؟ اخويا هي الاطفال هسه مو عند لهم، الاطفال هسه منهم بلا يعني تقدر بطلع. توصلهم حاليا تقدر ترجع؟ اوصلهم انا اقول لك حبيبي انا 7 سنوات انا حاط محامي، بس اللي ما يقدرون يسافرون كدوله مال الجو عندي اطفال انا مدخنهم ما يقدرون، انا شخص في الخفيه والحضانه مالتي وفي محاكم كاس تطبيق ما عندهم ما يطبقون، انا 7 سنوات شايفهم ساعتين في 2020 حتى صورت فيديو يعني عندي فيديوهات مال ساعتين انا 7 سنوات مشوفيني اطفال. نعم هي من تراجع ما مخلي الام ما مخليه محامي على الاطفال يعني تراجع عليهم. طيب اخر شيء يعني اخر فتره قلت لهم انه اريد اطفالي يعني اريد اطفالي ولميت العالم صارت الاف سووا هاي الدوله الالمانيه ما تقدر تسافر لان ضغطت عليهم اخر بال 2021 ضغطت عليهم قلت لهم اطفال خلوني ارجع لان 7 سنوات ما اقدر راتب تخلصون مني ما يقدرون يسافرون يكلفونهم مسؤول عراقي هذا المسؤول العراقي لسه هنا جوني المطار بجسر جو قالوا انه صار هذا مطلوب في العراق شبكوا جاية ورجلية صعدوني بالطيارة شبوت وظلوا يعني ملازمين أصيح بالطيران وصلنا مطار بغداد نزلوني فكوا القيود لا شواز ولا كل شيء بطروني وقليل فكوا طيب. لروح الله. طيب احنا طبعا وقت الحلقة يعني ما يسمح لنا أكثر، لذلك احنا نشكرك الأستاذ جعفر العراقي شرحت لنا هذه القصة.